تحياتي لكل السادة المشاهدين، واهلا بيكم وحلقه جديده من قصص الطب. الحلقه دي بينتظرها عدد كبير جدا من مشاهدينا، بنتكلم فيها عن الام العمود الفقري والانزلاق الغضروفي والام الرقبه اللي هي العادي. بقينا المشكله دي موجوده عند كل حد فينا من الصغير للكبير، يعني مش الكبير بس هو اللي بيبقى يكون فيه عنده الم، لا بالعكس، ممكن الصغيرين كمان بيبقى عندهم الم في العمود الفقري. بنسمع ان في انزلاق غضروفي لسن صغير. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، بس الاول عايز اقول لكم ان كلنا عارفين ان المنظار بيستخدم لاستكشاف المرض، بس الجديد النهارده هنتكلم عليه ان هو المنظار لا، ده بقى بيعالج كمان الانزلاق الغضروفي، بيبقى ليه دور كبير جدا في علاج الام العمود الفقري. كل ده هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا النهارده، بس خليني الاول ارحب بيه، دكتور محمد موسى، دكتوراه واستشاري علاج الام العمود الفقري والغضروف بدون جراحه، طب جامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور، في الاول خالص عايزه بس افكر الناس والمشاهدين ايه هو التردد الحراري. احنا طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده بدايه عن تعريف الانزلاق الغضروفي، اللي هو تسرب الماده الجيلاتينيه من داخل الغضروف الى الخارج، وده بيطلع مواد ملتهبه، بيحصل التهاب على الجذور بتاعه الاعصاب، وبالتالي المريض بيبدا يشتكي من الام بالنسبه للفقرات القطنيه، الام في اسفل الظهر، ويحصل تنميل او احساس بالخدل في رجليه، تقلصات بشكل كبير. لو في الرقبه بيحصل الام في الرقبه، بيحصل تنميل في الدراع او كهرباء او احساس بالخدل او برضه تقلصات او الم شديد جدا في الدراع. تمام. التردد الحراري احنا اتكلمنا طبعا، هندي العلاج التحفظي في الاول اللي هي ادويه التهاب الاعصاب، ونديها فتره كويسه اسبوعين. لو في استجابه بنكرر العلاج تاني، ممكن نعمل بعض تمارين العلاج الطبيعي عشان نقوي العضلات بتاعه الرقبه او بنقوي عضلات الظهر، بس برضو بعد ما الالم بيتحسن. الحالات بقى اللي ما بتستجيبش لده بنلجا بقى للتداخلات المحدوده. التداخلات المحدوده اللي احنا ما بنفتحش، اللي احنا بنداوي العصب الملتهب او المفصل الملتهب بعد التشخيص، بعد الفحص الكلينيكي للمريض، بعد عمل اشعه متقدمه بشوف يعني انهي يعني ايه سبب الالم دوت. لو في مفصل ملتهب، لو في عصب ملتهب هو اللي مسبب الالم في الرجل او مسبب الالم في الدراع، وبنداويه بقى بالموجات التردديه اللي هو التردد الحراري. التردد الحراري هو جهاز بيطلع موجات مضاده للالتهاب. تمام. بتداوي الالتهاب اللي على جدر العصب او على المفصل الملتهب اللي هو عامل الالم في الرقبه، او المفصل الملتهب اللي عامل الالم في الفقرات القطنيه في اسفل الظهر، وجدر العصب الملتهب اللي هو عامل الالم في الرجلين، او بالنسبه للرقبه عامل الالم في الدراع. ابره مخدر موضعيه تحت جهاز اشعه، وبنوصل للعصب بشكل دقيق جدا سواء بالنسبه للفقرات العنقيه او الفقرات القطنيه، والجهاز بيطلع الموجات اللي هي مضاده للالتهاب وبيداوي الالتهاب اللي على جدر العصب. كان زمان بيتعمل الحقن، الحقن كان بيقعد فتره، ممكن يقعد من 6 شهور لسنه لسنه ونص حسب استجابه كل مريض. دلوقتي اغني عنه بالموجات التردديه، يعني بتبقى بتداوي الالتهاب نفسه من جدره وطويله الامد، والمشكله بتتحل في حالات كتيره جدا، يعني لو غضروف صغير او مجرد بس التهابات بنداوي الالتهابات بالتردد الحراري وما بترجعش والامور بتتحسن خالص. طيب وهل يا دكتور في عدد كبير طبعا من المشاهدين زي ما قلت في الاول ان هم بيبقى عندهم مشاكل او الام في الغضروف، هل التردد الحراري بيختلف من المرحله الاولى للمرحله الاخيره؟ يعني المريض اللي بيجي لك في الاول وعنده الم بسيط زي اللي بيجي لك في مراحل بقى بتبقى صعبه جدا من الالم اللي هو بيبقى واصل ليه؟ طبعا احنا كل ما المريض جانا في الاول كل ما كانت الاستجابه افضل. تمام. يعني انا مش هستنى لحد ما هو يوصل لمرحله متاخره ان الغضروف يبقى ضغط على القناه العصبيه واثر على الحركه، حصل سقوط في القدم، حصل عدم تحكم في التبول، وانا اعمل تداخل محدود. لا، انا يفضل طبعا ان هو المريض يجي لي من الاول بحيث ان انا الجا لابسط الطرق التداخليه المحدوده. يعني لو لسه الغضروف صغير ومفيش ضغط كبير على العصب، وهو في الم مثلا شديد في اسفل الظهر، او الم شديد في الرقبه، مسمع في دراعه، او مسمع في كتفه، مسمع في رجليه، انا في الحاله دي بقدر ان انا اداوي الغضروف بالتردد الحراري. التردد جوه يعني بنعمل جوه الغضروف نفسه اللي هو التردد الحراري، بيحجم الغضروف من الداخل، بيصغر حجم الغضروف شويه، وبنداوي الالتهابات اللي موجوده في اسفل الظهر. انا مش هداوي الغضروف بس، لا، هو مش الغضروف بس اللي عامل الالم، في التهابات موجوده في اسفل الظهر. طبعا دي بتبان بالفحص الاكلينيكي، ان انا بفحص المريض وبالشكوى بتاعته. يعني دايما الالتهاب اللي في المفصل اللي بيجي في اسفل الظهر، المريض بيشتكي ان هو الالم بيجي مع القعده، لما بيقعد فتره طويله، لما يجي يقف فجاه وهو صاحي من النوم، الالم بيزيد جدا في ظهره وهو بيتقلب على السرير، ده بيبقى مفصل ملتهب، وبيبقى ليه كرايتيريا معينه انا بفحصها وبشوفها في الاشعه. بداوي المفصل الملتهب ده بالموجات التردديه بالتردد الحراري، ده هو ملتهب. لو هو متاكل برضه بشوفه تحت جهاز باشعه الرنين اللي هي المتقدمه اللي بشوفها، يعني بيبان عندي اللي هو التاكل اللي موجود، وبداوي التاكل ده بنسحب عينه من الدم وبنفصل منها الخلايا المنشطه اللي هي البي ار بي البليتليت ريتش بلازما، بنطلع منها عوامل النمو، بنحقنها تحت جهاز الاشعه على المفصل المتاكل عشان يبنيه من اول وجديد مع التردد الحراري برضه.
طيب لكن الغضروف نفسه انا لازم هداويه، يعني انا خلاص انا داويت الالتهابات الالم اتحسن، لا انا عايز اداوي المشكله نفسها اللي هو الغضروف نفسه. بقى في بقى تداخلات كتيره انا ممكن بعمل تردد حراري جوه الغضروف حجمه بيصغر شويه اللي هو لسه في الاول في مراحل لسه في الاول. اما لو الغضروف بقى ضغط بشكل كبير على العصب انا بلجا لتداخلات بتبقى اكتر، يعني اللي انا هشيل بقى الغضروف نفسه، هنعمل شفط الجزء من الغضروف اللي ضغط على العصب او هنعمل نتكلم عنه بعد كده. احنا معانا فيديو برضه يا دكتور عن شفط الغضروف، فيا ريت حضرتك تعلق لنا عليه للساده المشاهدين. تمام. نعرف برضه ايه هو الشفط الغضروف وحضرتك بتعمل ايه والعمليه دي يا دكتور حضرتك اللي عاملها. أيوة. صح؟ تمام. طيب ده طبعا اللي هو شفط الغضروف اللي هو شفط نواه الغضروف من الداخل. طبعا المريض بيبقى صاحي، تخدير موضعي، وبنخش بابره تحت جهاز اشعه بدقه شديده جدا، وبنوصل للجزء من اللي هو الجزء من النواه الماده الجيلاتينيه اللي هي اللي انزلقت وضغطت على العصب، وده جهاز اللي هو دريل كومبريسور بنشفط الجزء اللي ضغط على العصب وبنطلعه، بيخف الضغط على العصب، بالتالي الالم اللي مثلا مشكله لو هو ده شفط للفقرات القطنيه، الالم اللي هو مسمع في رجليه وعامل عامل كرامبات وعامل تنميل وكل ده بيتحسن جدا وبيروح خالص بالشفط. يبقى انا كده حليت المشكله نفسها، الجزء اللي ضغط على العصب انا عملت له شفط. دي طبعا الاجزاء اللي انا طلعتها من جوه النواه بتاعت الغضروف اللي كان ضغط على العصب من غير ما اغير في الناحيه التشريحيه، من غير ما نكسر او يحصل زي يعني الطرق التقليديه القديمه اللي هو الفتح الجراحي، مفيش الكلام ده خالص. دلوقتي هي ابره مخدر موضعي مفيش فتحه اصلا، وبنشفط الجزء اللي ضغط على العصب فقط، وبعد ما بنخلص بنعمل تردد حراري على الغشاء من اللي هو الغشاء الخارجي بتاع الغضروف اللي هو كان فيه التهتك او القطع فبيخليه يلتئم تاني. يبقى انا كده شفط الجزء اللي ضغط على العصب وحصل التئام بعد كده الجزء من الغشاء اللي هو كان بيحصل تسرب للماده الجيلاتينيه من داخل الغضروف الى الخارج، يبقى انا كده حليت المشكله خلاص. وفي نفس الوقت من غير جراحه ومن غير علاج كامل. فتح المريض الموضوع بياخد حوالي ساعه يخلص يمشي على طول، تاني يوم بيمارس حياته، مفيش يعني مفيش جراحه ومفيش فتح ولا تخدير ولا تغير في الناحيه التشريحيه. طيب هل كل الحالات نقدر نقول ان هي بينجح معاها التردد الحراري؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك احنا يعني كل ما المريض كان بيجي في درجه يعني في الاول احسن ما بيجي في درجات متاخره، يعني الظروف لسه صغير طبعا دي اكتر الحالات اللي بتستجيب والمشكله بتتحل خالص. ان انا بعمل تردد حراري جوه الديسك او بعمل ليزر او بعمل يعني تداخلات امنه لو التردد الحراري بنحجم حجم الغضروف. اما لو الغضروف ضاغط على العصب بشكل كبير او الغضروف كبير شويه هنلجا لتداخلات اكتر اللي هو شفط الغضروف او المنظار المصغر اللي انا هشيل بقى الجزء اللي ضاغط على العصب. يعني طب نقدر نقول يعني يا دكتور علاج بجذور الاعصاب ممكن نستخدم معاها تردد حراري؟ طبعا احنا بنداوي، ما انا مش انا زي ما قلت لحضرتك هو في يعني في حالات كتيره جدا بتبقى المشكله الالم نفسه، هو مش الم الغضروف مش الغضروف بس هو العامل الالم، لا هو في التهاب زي ما الصوره دي كده موضحه، في التهاب على جذر العصب ودي الابره تحت جهاز الاشعه، وانا وصلت لجذر العصب اللي هو الجزء الاحمر الملتهب دوت وداويته بالموجات التردديه، يبقى انا حليت له المشكله اللي هو الالتهاب اللي على العصب نفسه. انا داويت الغضروف بس لسه في التهاب على العصب، عايز اداوي الالتهاب العصب عشان الالم ده يروح. تمام. وكذلك برضو لو في التهابات على جذور الاعصاب او التهابات في المفاصل وفي ديسك، انا عايز احل مشكله الغضروف، انا عايز اعمل الاثنين، يعني مش هعمل حاجه واحده بس، هعمل يعني شفط وهعمل تردد حراري، او هعمل منظار وهعمل تردد حراري، منظار مصغر وهعمل تردد حراري، او هعمل تردد حراري جوه الغضروف وهداوي الالتهابات على جذور الاعصاب او الالتهابات اللي على المفاصل، او لو في تاكل هنحقن الخلايا المرشطه اللي هي مستخرجه من البليتلت ريتش بلازما من دم المريض، ويبقى احنا كده حليت مشكله التاكل وحسنت الاعراض بتاعت الالم اللي في ظهره لما بيجي يقعد لما يجي يقف لما يمشي شويه، والالم اللي في رجليه من التهاب جذر العصب. طيب الانزلاق الغضروفي بقى يا دكتور ودور التردد الحراري في علاجه؟ الانزلاق الغضروفي احنا اتكلمنا طبعا، احنا قلنا اللي هو التردد الحراري انا بعمله على المفاصل الملتهبه لو في التهابات طبعا بعد الفحص الاكلينيكي بتاع المريض. في مريض بيبقى مشكلته كلها الالتهابات اللي موجوده في اسفل الظهر او في رقبته، ودي بتيجي بشكل لو في التهابات في المفاصل ما بين الفقرات، يعني يجي الم باسفل الظهر بيسمع في منطقه الاليا زي يقول محزم ظهري، الالم ده بيزيد لما بيقعد فتره طويله، لما يجي يقف فجاه وهو صاحي من النوم هو بيتقلب على السرير، انا بداوي المفصل الملتهب ده تحت زي الصوره دي كده، ابره مخدر موضعي، بس دي بالنسبه للفقرات العنقيه، احنا طبعا بنعملها العنقيه او القطنيه، ابره مخدر موضعي تحت جهاز الاشعه وداوينا الالتهاب اللي موجود على العصب او على المفصل بالتردد الحراري بالموجات التردديه، موجات مضاده للالتهاب بتداوي الالتهاب على جذر العصب، كذلك برضو الصوره ديت علاج لجذور الاعصاب العنقيه بالموجات التردديه اللي هو التردد الحراري، ابره تحت جهاز اشعه وداويت العصب الملتهب اللي عامل الالم في دراعه او اللي عامل الالم في رقبته او في كتفه او في ظهره مسمع في رجليه والالتهاب بقى خالص، وبعد ما بخلص او في الاول انا بعمل بداوي الغضروف نفسه
حجمه بصغره شويه او بعمل بختار التقنيه المناسبه يعني، او شفت لو الغضروف الاول غضروف كبير شويه، او لو ضغط على العصب بشكل كبير ممكن اعمل ويب ديسك فيكس اللي هو المنظار المصغر، اللي انا اشيل الجزء اللي ضغط على العصب، بعمل ليزر على الغشاء اللي هو فيه التهتك عشان يلتئم تاني من اول وجديد. طب ده دور التردد الحراري. طيب دور بقى التدخلات المحدوده في علاج الانزلاق الغضروفي. تمام، ما ده اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي انا عندي التردد خلاص، انا دويت الالتهاب اللي على العصب او الالتهاب اللي على المفصل بالنسبه للرقبه بالنسبه للظهر. طيب انا بقى عندي فيه غضروف ضغط على العصب، انا عايز احل المشكله نفسها. صحيح لو الغضروف صغير قوي وهي مجرد شويه التهابات، لو انا عملت، ودي حالات كتيره جدا، وعملت له تردد حراري وبيرتاح خالص وما بيرجعش. لكن انا برضو لو لقيت ان الغضروف يعني ضاغط على العصب، انا عايز احل المشكله نفسها عشان الاعراض نفسها تتحسن. يعني في اعراض بتبقى المريض يشتكي ان هو لما بيمشي شويه بيتعب، ده غضروف ضاغط على العصب. الحاله دي بلجأ بقى للتدخلات المحدوده زي الفيديو اللي احنا شرحناه دلوقتي، اللي هو شفط الغضروف، ما انا بشفط الجزء اللي ضغط على العصب بدون فتح جراحي بمخدر موضعي، الجزء اللي هو من النواه اللي انزلق وضغط العصب، انا بعمل شفط تحت جهاز اشعه للجزء ده، يبقى انا كده حليت المشكله وشلت الضغط اللي على العصب، زائد ان انا داويت الالتهاب اللي على العصب، يبقى انا المشكلتين الوجع حسنته والمشكله نفسها الغضروف اللي ضغط على العصب انا حليت المشكله بتاعته. طيب في الاول خالص يا دكتور انا اتكلمت وقلت ان المنظار بنستخدمه في استكشاف اي مرض، اما الجديد النهارده اللي هنتكلم عليه ان المنظار لا بقى بيستخدم كمان لعلاج المرض. طيب نعرف بقى يعني ايه المنظار وحضرتك بتستخدمه في ايه وايه علاجه؟ تمام، هو طبعا احنا اتكلمنا عن التردد الحراري واتكلمنا عن شفط الغضروف. لو الغضروف ضغط على العصب ومسمع في رجليه او في رقبته ومسمع في دراعه، انا بعمل شفط الجزء اللي ضغط على العصب. طب لو الغضروف بقى كبير وطبعا ده بيبان عندي في الفحص او بيبان في الاشعه، الحجم الغضروف كبير جدا وضغط على العصب بشكل كبير، وانا الشفط يعني اللي حصل تاكل جوه النواه نفسها بتاعت الغضروف، فانا مش الشفط ممكن ما يناسبنيش قوي في الحاله دي. تمام، صحيح التردد الحراري هيداوي الالتهاب اللي على العصب والالم اللي في رجلي او في رقبته هيتحسن، بس انا عايز احل مشكله الديسك نفسه، الغضروف نفسه، الاعراض نفسها تتحسن بتاعت الغضروف. في الحاله دي انا بلجا بقى تكنيك جديد خالص، طريقه جديده، اللي هو الديسك فيكس، اللي هو المنظار المصغر، وده بيبقى برضو ابره، هو مش فاتحه يعني، غير المنظار التقليدي زي ما حضرتك شايفه كده في الصوره. دي ابره تحت جهاز اشعه، وبخش بفورسبس بشيل الجزء الابيض زي ما حضرتك شايف اللي هو النوال، الجزء اللي كان ضغط على العصب ده، ده انا بشيله بالفورسبس ده. تمام، ده اسمه ديسك فيكس، منظار مصغر، يعني انا برضو ما فتحتش، ما فيش فتحه خالص، ابره، ودوينا وشلنا بقى من النواه نفسها الجزء اللي كان ضغط على العصب بشكل كبير ومؤثر على الحركه، ممكن حتى الحركه بتاعت الرجل تبقى متاثره وعامل الم شديد في الرجلين وكده، لان انا خلاص انا المريض جالي دلوقتي في حاله متاخره، الغضروف كبر قوي، ضغط على العصب بشكل كبير، فانا حتى الطرق التداخليه اللي هي التردد الحراري او الشفط لا انا مش هقدر انا اعملها في الحاله دي، هتناسب حالات ثانيه بس مش هتناسب الحاله دي. في بقى تكنيك جديد اللي هو المنظار المصغر، اللي هو الغضروف هيشيل من جوه الجزء اللي ضغط على العصب، وطبعا تحت جهاز اشعه وانا شايف بدقه من غير ما افتح. لو ما بتحكش حضرتك يعني فتحه او جراحه زي ما قلنا، حضرتك بتلغي فكره ان ما فيش اي جراحه للعمود الفقري، مش هحتاج المريض يدخل عمليات ولا تخدير ولا الكلام ده كله. بالظبط، تخدير موضعي زي ما حضرتك شايفه كده، دي ابره. تمام، ده مش فتحه، ده المنظار يا دكتور، ده الديسك فيكس اللي هو المنظار المصغر، وانا شايف احتجاز اشعه وبشيل بالجزء دوت، يعني انا وصلت بالموسع دوت وشلت الجزء اللي ضغط على العصب تحت جهاز الاشعه من الغضروف اللي هو كان عامل الالم سواء في رقبته او في رجليه يعني. بعد ما بخلص بعمل بقى ليزر جوه الديسك، جوه الغضروف، الجزء من الغشاء اللي احنا قلنا اللي هو كان حصل فيه التهتك او القطع، يعني الليزر ده بيخليه يلحم. طب ايه الفرق دكتور الحالات اللي حضرتك بتستخدم معاها المنظار بس والحالات اللي بنستخدم معاها المنظار والليزر؟ الحالات اللي بنستخدم فيها المنظار والليزر، في فيديو برضو معانا الصوره دي، هو نفس برضو فكره المنظار المصغر، هو جزء زي ما حضرتك شايف الجزء الابيض اللي جوه الغضروف، طبعا ده تحت جهاز الاشعه، ده جهاز السي ار اللي احنا بنشتغل تحته، وتخدير موضعي والمريض بيبقى صاحي. بنخش بابره تحت جهاز اشعه، بنوصل للغضروف او للجزء اللي ضاغط على العصب، وبعد كده طبعا انا بحدد المكان اللي هيخش منه حسب الليفل، الفقره اللي عندي يعني مثلا غضروف الفقره الرابعه والخامسه بخش على الليفل بتاعه، المستوى بتاعه، وغضروف في الفقرات العنقيه بخش على الليفل بتاعه. الابره دخلت تحت جهاز الاشعه للجزء اللي ضاغط على العصب، تمام، وبعد كده بخش بموسعات صغيره خالص، وبعد كده بخش بفورسبس بشيل الجزء اللي ضاغط على العصب من غير فتحه خالص، يعني ما بفتحش، ما بتحتاجش الفتحه خالص خالص.
تمام. اذا ما حضرتك شايف الجزء الابيض اللي هو اللي انزلق وضغط العصب وعامل الالتهاب الشديد على العصب اللي هو الجزء الاحمر ده، بعد ما بشيل الجزء اللي ضغط على العصب من النواه بالمنظار المصغر بيبدا العصب يلتئم والالتهاب اللي عليه يروح. وبعد ما انا بخلص اللي هو المنظار المصغر او الديسك فيكس، انا بعمل تردد وبداوي العصب الملتهب نفسه عشان الالم يروح. يبقى انا حليت مشكله الغضروف وحليت مشكله الالم، لان احيانا يعني لو انا شلت الغضروف زي ما حضرتك شايفه كده، انا بشيل هو دلوقتي انا بشيل الجزء اللي هو ضغط على العصب بالفرسبس الصغير ده، لو انا حليت مشكله الغضروف هيفضل في مشكله الالم، يعني في يفضل الاعراض بتاعه الالم، لا ده لسه في التهابات في اسفل الظهر، الم بيزيد لما بقعد لما باجي اقف سبب لي مشكله كبيره جدا. ما لازم اداوي ده، بداويه بالتردد الحراري. يبقى انا مش هعمل تردد بس، انا هعمل منظار مصغر ديسك فيكس او هعمل شفط او هعمل تردد على الغضروف، وهعمل معاه تردد حراري على جذر العصب او المفصل الملتهب اللي عامل الالم. انا عايز احل المشكلتين، عايز اريح المريض من الوجع اللي هو فيه واحل له المشكله نفسها الاساسيه بتاعت الوجع الغضروف من غير ما افتح العمود الفقري او اوقف الناحيه التشريحيه او يتعمل اي جرح فيه، وصحي طبعا من غير ما اعرضه لتخدير ولا الكلام ده. وعشان نحل المشكله خالص حضرتك بترجع لتردد الحراري اللي هو بيقلل او بيخفي المرض او بيخفي الالام كلها اللي بالزبط. في طبعا بيقلل الالتهاب، لا هو مضاد للالتهاب. وسؤال طبعا بيجي حضرتك طبعا كتير جدا، دكتور حضرتك ده دلوقتي عملت شفط للغضروف، هل بيرجع تاني؟ لا طبعا، احنا بنشفط الجزء اللي ضاغط على العصب تمام، وبعد ما بنخلص زي ما قلت لحضرتك احنا بنعمل ليزر اللي هو التردد الحراري او في جهاز ليزر مع الديسك فيكس اللي هو المنظار المصغر. طبعا انا كده خلصت وحطيت البلاستر، مفيش جرح اصلا تمام، والمريض بيتحرك على طول على طول. يعني بننصح طبعا هو يقعد اول حتى يومين ثلاثه بس يبقى مرتاح على ظهره لحد ما يعني العصب برده يلتئم بشكل كامل يعني، لكن هو مش فتح جراحي وبالتالي هو يعني يقدر يمارس حياته يعني بعد في ظرف اسبوع يقدر ان هو ينزل ويتحرك ومفيش مشكله خالص يعني. بالنسبه زي ما قلت لحضرتك احنا بعد ما بنخلص اللي هو الشفط اللي انا شفطت الجزء اللي ضغط على العصب او بالمنظار اللي انا شلت لو الغضروف كبير، انا بعمل اللي هو الليزر او التردد الحراري عشان الجزء من الغشاء المقطوع المتهتك اللي هو كان بيطلع منه المواد الملتهبه من النواه من الداخل للخارج، بعمل عليه الليزر ده بيخليه يلتئم ويلحم تمام. طيب سؤال برضو بيجي لك كتير جدا، ان هو في ايه الحالات اللي هي مش هينفع تستخدم معاها التدخلات المحدوده ولا التردد الحراري ولا اي حاجه من اللي احنا قلنا عليها؟ ان انا اقول للمريض خلي بالك انت لو وصلت للمرحله دي مش هينفع معاك علاج، اما قبلها ممكن يكون في علاج واحد اثنين يبقى في يعني فرص متاحه للعلاج، اما الحالات الاخيره لا، او يعني يوصل لمرحله معينه مراحل متاخره. بص حضرتك هو طبعا احنا يعني التدخلات المحدوده الحقيقه دلوقتي بتحل يعني المشاكل بتاعت الام العمود الفقري طبعا، بعد انا طبعا ببدا بالعلاج التحفظي في الاول، بدي له ادويه مضادات للالتهاب مضاد لالتهاب الاعصاب، لكن برضه في الاول وفي الاخر هو ده بيبقى زي مسكن، هو ما بيحلش المشكله نفسها، لكن برضه انا بدي له فرصه في العلاج الدوائي في الاول. الحالات اللي ما بتستجبش بقى للعلاج الدوائي اللي هو خد الادويه مش مرتاح وانا مش هفضل اخد مسكنات بالطريقه ديت وبدا يحصل مشاكل في معدته، لا انا هعمل تداخل محدود ايمن عشان اريحه من المسكنات واريح الكلى واريح المعده واحل له المشكله بتاعته ويمارس حياته بشكل طبيعي. التدخلات المحدوده بتحل المشكله في حوالي 90% من الحالات، يعني جاست 10% من الحالات هو اللي بلجا للفتح الجراحي تمام. لو في الغضروف ضغط على العصب وادى الى يعني حصل بقى سقوط في القدم بشكل كبير او حصل عدم تحكم في التبول او كده، برضو المنظار بيحل المشكله دي يعني بيحسن من الاعراض دي. في الاخر خالص بقى اللي هو الفتح الجراحي اللي هو الحالات اللي وصلت لمرحله حصل سقوط في القدم، حصل عدم تحكم في الحركه بقى خالص، حصل خلاص عدم تحكم في التبول، وانا طبعا مش هنصح المريض ان هو يوصل للمرحله دي، احنا مش هنستنى لحد ما نوصل للمرحله دي تبقى كل الطرق وكل السبل الامنه وقفت، لا يعني ما طيب. انا من الاول اداني الطرق امنه احل المشكله بيها طيب النصيحه بقى حضرتك هتوجهها للناس اللي هي عندها الام او انزلاق غضروفي او عندها مشاكل في العمود الفقري وللاسف خايفه جدا، يعني مش للاسف هي خايفه جدا من ان هي تدخل عمليه جراحيه او رافضه ان هي تدخل عمليه جراحيه، حضرتك تنصحها بايه؟ هو طبعا احنا بننصح الحالات طبعا بالمحافظه ان هو ما يشيلش حاجه تقيله، الوزن الزائد ان هو يخف الوزن بتاعه، بنديله العلاج التحفظي في الاول وبنشوف الاستجابه ايه، لو ما فيش استجابه لا في طرق تداخليه محدوده امنه، التردد الحراري، شفط الغضروف، المنظار المصغر، الليزر اللي احنا بنشفط او بنداوي بنشيل جزء من الغضروف اللي ضغط على العصب وبنداوي الالتهابات بالتردد الحراري، ولو الغضروف صغير ومجرد شويه التهابات احنا هنداويها بالتردد الحراري والمشكله بتتحل وما بيحتاجش
يفتح ظهره او يفتح رقبته ونغنيه عن المساله العمليات الجراحيه والتخدير الكلي، خاصه من الناس الكبار في السن عندهم مشاكل في القلب، هو مش هينفع يتعرض لتخدير، فانا عندي طريق امن احل بيه المشكله من غير ما اعرضه لاي مشاكل، ويمارس حياته الطبيعيه بعد او مش هنقول عمليه، بعد العلاج اللي هو بتدخل السريع التردد الحراري او التدخلات السريعه، بيمارس حياته ومش بيحتاج ان هو يقعد على سرير او يبقى مريض او فتح او جراحه. بالظبط، هو مارس حياته بشكل طبيعي من اول اسبوع. المشكله احنا يعني خلاص، هو انا ما فتحتش الظهر، الالم اللي في ظهري يتحسن، الالم اللي في رقبتي يتحسن، ما عدتش باخد مسكنات، فانا اغنيته عن كل الطرق اللي هي الجراحيه او ان انا افتح او ان انا اعمل عمليات او اتعرض لتخدير كلي. الناس يعني الناس الكبار في السن عندهم مشاكل في القلب وعنده ضغط وسكر وما ينفعش يتعرض لتخدير، فانا لا يعني انا في طريق امن بعدته عن كل بتاع ريسك يعني. اكيد. شكرا ليك يا دكتور، نورتني، انا سعيده بوجودك معايا. بشكر دكتور محمد موسى، دكتوراه واستشاري علاج الام العمود الفقري والغضروف بدون جراحه، طب جامعه القاهره. شكرا ليك يا دكتور، منورنا، وشكرا لكل الساده المشاهدين، وانتظروا استاذ فتحي.